سيادة اللواء، لو نعرف ايه اهم التوصيات اللي اخذتها اللجنه في هذا الاطار. نعم سيادتك، زي ما سيادتك اشرت تماما ان سيناء نالت من الدوله في خطط تنميه مختلفه جهود كبيره، اخرها ما اعلن عنه سياده الرئيس السيسي وهو يفتتح مركز القياده شرق القناه، ان التنميه في سيناء متواصله، وان الشعار اليد تبني ويد تحمل السلاح هو شعار هام هتحققه الدوله ايمانا منها بان التنميه هي اكبر سلاح للقضاء على الارهاب. ومن هنا اعلن ان خطط التنميه هتوازي تقريبا 275 مليار جنيه، منها اعمال فعلا تنفذت على الارض، منها اعمال جاري تنفيذها، منها اعمال مخطط تنفيذها. وامبارح امس كان عندنا لجنه من القوات المسلحه بقيادات القوات المسلحه المعنيه عشان توضح وتشرح افاق التنميه بمتابعه من عندنا. واحنا الحقيقه يعني باختصار يعني الحقيقه يعني بنركز انها جهود متميزه. هذه الجهود المتميزه كما نعلم جميعا هي جهود بناءه في جميع المجالات المختلفه للتنميه، ودي بتنفذها قواتنا المسلحه بشركات مدنيه بعمال مدنيين بجميع الإجراءات اللي هي تحقق أفاق التنمية المختلفة. زي ما سيادتك قلت بالضبط، هي تنمية أولا بشبكة طرق مميزة، هي تنمية عمرانية بمدن سكنية جديدة زي إسماعيلية الجديدة ورفح الجديدة ومدينة السلام اللي هي تبقى عاصمة سيناء أو شرق بورسعيد، أو مثلا يعني خمس محطات تحلية مية زي ما سيادتك أشرت، 53 مدارس من المدارس والجامعات منها جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء وفرع لجامعة السويس في برضه في جنوب سيناء، ومنها مصانع أسمنت متعددة، منها 15 مصنع رخام، منها يعني جميع افاق التنميه سواء شقق سكنيه او سواء مناطق زراعيه او ابار مياه، حاجات كثيره جدا جدا.